14 شباط، شو هذا؟ يا ويل الزلم الرجل اللي بس جايب وردة حمراء لزوجته، يا ويله. كل الألوان مطموسة بكرة بس اللون. طب جيب وردة صفراء، أعوذ بالله طوشة. هل بتعلموا إنه في طوشات ومشاكل وصلت لطلاق؟ لطلاق. ليش الرجل بعيد الحب؟ حب ما جاب وردة حمراء. والمحلات احمر احمر احمر، دببة وكلاب ثعابين احمر، كله احمر، ورد احمر، كله احمر بحمر. منقلد مين؟ بدك الغرب ينصفنا واحنا منقلد على العمى، على العمى منقلد بعيد وثني، عيد وثني. باختصار شديد، انا ذكرت سابقا، بدي اذكركم، بظن اذكركم خاصة الشباب، يا ريت بجيب له برته، قال بجيب له لحبيبته، بجيب له حبيبها، حبيبتك. ليه عقد عليها يعني انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عيد روماني وثني. الرومان اعتقدوا ان مؤسس روما، مدينة روما، اسمه روميليوس، كانت قد ارضعته ذات يوم مين؟ ذئبة. بيعتقدوا انه رضعته مرة ذئبة، ذئبة. طيب، قال لما رضعت هذه الذئبة أمدته بالقوة ورجاحة العقل، فصار إيه في هذا اليوم 14 يعملوا عيد تخليدا للذكرى، وفي هذا اليوم بيذبحوا كلب وعنزة، كلب وعنزة، وبجيبوا شباب مفتلين العضلات وبلطخون بدم الكلب والعنزة، بعدين بجيبوا لبن بيمسحوا جسمهم باللبن، وبيمشوا بالشوارع في ايش؟ في مهرجان، والنسوان بتتمسح بالشباب الملطخين بدم ولبن. قال ليه؟ قال هذول لما تتمسح فيهن بمنع عنهن العقم، سري خلفن. هذا قبل المسيحية. طيب، لما جاءت النصرانية، دخل هؤلاء في النصرانية، لما دخلوا في النصرانية حولوا هذا العيد، طبعا دخلوا في النصرانية وهذا عيد وثني ما بصح. طيب، ظلوا يفعلون هذا، لكن غيروا العيد من عيد الحب الإلهي لعيد ايش؟ عيد شهداء الحب، ممثلا بالقديس فالنتاين، على اسم العيد فالنتاين. ليه فالنتاين؟ كانوا يعتبرونه ايش؟ شفيعا للعشاق. هاي رواية. طب اسمع الرواية الثانية السعيات، ان شاء الله يا رب وانا احكي واطول تشت الدنيا، لان صارت الناس قلبها صار مالها عشان شمست. كان الرومان يا جماعه، اسمع هالروايه، يحتفلون بعيد لوبركيليا. لوبركيليا شو هذا؟ عيد وثني. يقدمون القرابين للاوثان باعتقادهم ان الاوثان تحميهم من ماذا؟ تحميهم من السوء وتحمي مزارعهم من الذئاب. طيب، لما تنصروا جاء الامبراطور النصراني كلوديوس الثاني وحرم الزواج على مين؟ على الجنود، مشان ما ينشغلوا عن الحرب وعن الجندية، حرم عليهم الزواج. فاجى القديس الراهب فالنتاين وتمرد وصار يعمل عقود زواج بالسر. طيب، فلما افتضح امره واكتشف سجنوه، واثناء السجن هذا الراهب وقع بحب مين؟ عشق بنت السجان، عشق بنت السجان الراهب. طيب، فحكموا عليه بالإعدام، فأعدموه في 14 شباط، ومن ذلك اليوم يقدسون هذا اليوم تخليدا لذكر فالنتاين اللي عشق بنت السجان اللي كان يجوز الناس بالسر. طب احنا ما لنا؟ فهموني بس، المشايخ بتجوزوش بالسر، ما عشقناش بالسر، اوثان ما عندنا، جنون وهبل ما عندنا، ايش هذا اللي تعملوه يا شباب يا شابات يا اصحاب المحلات؟ البيع في هذا اليوم بهذه الاشياء حرام، كسبكم حرام. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. البيع
من أجل هذا ما يسمى دجلا عيد الحب حرام، الاحتفال به حرام. طب لو جبت لمراتك حرام، إذا أنت معتقد بهذا اليوم وجبت حرام جيب لها بيوم ثاني، يوقفش غير يوم واحد، كل سنة جيب جيب. لذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إحنا دين لكم دينكم اليدين، عقيدتنا الحمد لله نعتز بها، أعيادنا نعتز بها. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، الخير كل الخير في شرعنا، الخير كل الخير فيما أمر ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم.